السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الخيبري، طالب دراسات عليا في معهد الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز، تخصص تقنيات التعليم. إن شاء الله راح أشرح أو أوضح الستيشن أو ستيشن ماشين، التوثيق الآلي. هناك عدة مواقع تقدم هذه الخدمة، فلو بحثنا عن طريق محرك البحث جوجل كتبنا ستيشن ماشين راح تظهر لنا عدة مواقع للتوثيق الآلي. زي ما انتم شايفين، انا اخترت موقعين للتوثيق، هذا الموقع الاول وهذا الموقع الثاني. راح نجرب الموقع الاول ونعمل توثيق آلي. طبعا هنا جميع أنظمة التوثيق المشهورة العالمية، راح نختار اللي هو التوثيق بنظام APA، وهو النظام المستخدم في جامعة الملك عبد العزيز. بسم الله، عطنا على APA. طبعا الموقع يوفر عدة خيارات، منها أول شيء اختيار المرجع، كما أنتم شايفين بوك، مجازين، نيوز بيبر، ويب سايت، جورنال، كلها متوفرة. وهناك هو اللي هو الأوتو فيل مود، اللي هو الآلي أو العمل الآلي، عمل توثيق آلي. وهناك أيضا مانوال إنتري مود، اللي هو عن طريق إدخال البيانات بشكل يدوي. أولا راح نبحث عن كتاب، راح استخدم اللي هو اوتو فيل مود. عندي هنا ملف PDF عبارة عن شابتر من كتاب، هذا هو اسم الكتاب، موبايل ليرنينج. راح انسخ اسم الكتاب، اروح لخانة البحث، نعمل سيرش بوك. ظهر لنا الكتاب واسم المؤلف زي ما انتم شايفين، باي ليرنينج من سيت كارل هوكر. راح نختاره، طبعا راح يعطيك معلومات عن الكتاب وعن الناشر وتاريخ النشر. نذهب للخطوة الأخيرة اللي هو فاينل ستيب. راح تظهر لي المعلومات جاهزة، بالنسبة للتوثيق كامل الكتاب، المؤلف كارل هوكر، عنوان الكتاب والسورس المصدر، العنوان الاسم الناشر، مدينة، سنة النشر. هذه المعلومات متوفرة، في إضافات أخرى أيضا مثل DOI وتوثيق المواقع الإلكترونية. نروح للخطوة الأخيرة اللي هي Create Station. ظهر لي التوثيق جاهز بنظام الـ APA، فقط أنسخ التوثيق وألصقه في قائمة المراجع عندي في البحث. هذه باختصار طريقة اللي هو التوثيق الآلي. راح نجرب الآن في الموقع الثاني أيضا في نظام الـ APA اللي هو راح نختار مثلا جورنال، كان نوثق مثلا مقالة، اختار اللي هو المنوال انتري مود، وضع الادخال اليدوي مثلا، نفترض عنوان المقالة تقنية
سوري تقنيات الانفوغرافيك، مثلا اسم المؤلف عنوان المجلة مثلا تقنيات التعليم، أدفانس تاريخ النشر 2016 مثلا، اللي هو صفحات المجلة التي تحتوي على المقالة مثلا من صفحة 30 إلى مثلا 45، وهنا معلومات أخرى أيضا نقدر نضيفها، معلومات النشر الأونلاين أو قاعدة البيانات، مثلا لو اخترت هذا التاريخ today نذهب إلى الخطوة الأخيرة اللي هي الإنشاء create station، إنشاء التوثيق، زي ما أنتم شايفين ظهر لي التوثيق، فقط أنسخ التوثيق وأضعه في قائمة المراجعة. هذا باختصار شرح لخاصية أو نظام التوثيق الآلي Citation Machine من خلال المواقع التي توفر هذه الخدمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.